السلام عليكم، معكم إبراهيم المسلم من محل بحوث الحاسب الآلي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. في المقطع هذا إن شاء الله راح أشرح فيه مبدأ تقليص الأبعاد أو ما يسمى بـ Dimensionality Reduction. قررت في الدرس هذا أني أقسمه على جزئين. الجزء الأول اللي هو المقطع هذا أعددته بحيث يكون جدا مختصر ومبسط، بحيث أنه حتى اللي خارج التخصص ممكن يشاهده ويستوعب الفكرة. التركيز هنا على المبدأ وليس على التفاصيل. في مقطع ثاني إن شاء الله راح أرفقه قريباً اللي أستهدف فيه يمكن المختصين، وراح يكون أكثر تفصيل. طيب بسم الله، هنا نبدأ. أفضل طريقة نبدأ فيها شرح المبدأ تقليص الأبعاد اللي هو عن طريق مثال. يعني يمكن كلنا اللي أول ما دخل في تويتر أو اللي يفكر مثلا يدخل في تويتر خطر على باله السؤال هذا، اللي هو تفالو، يعني مين أتبع من أتابع من العدد الهائل من الحسابات الموجودة والتشكيل الموجود والتنوع الموجود. يعني في حسابات في الرياضة، في حسابات في الدين، في حسابات في الفن، في حسابات في العلم، في حسابات في التقنية، في حسابات في الكوميديا. أي الحسابات هذه اللي ممكن توافق ميولي واللي ممكن على أساسها تابع. يمكن كلنا أول معلومة تشدنا في أي حساب اللي هو مثلاً عدد الفولورز، أوكي؟ يعني في ناس بالملايين، في ناس بمئات الآلاف، في ناس بالآلاف. ممكن معلومة أخرى اللي هي مثلاً عدد الفولوينج، يعني اليوزر هذه يتابع كم أو مين يتابع. عدد التغريدات ممكن تكون معلومة مهمة، هل الحساب هذا يغرد كثير أو يغرد قليل. ممكن نقسمه على حسب الدولة أو على حسب طبيعة تغريدات الشخص، هل هي في التقنية، هل في العلوم، هل في الرياضة. ممكن أيضا حتى على حسب اللغة. ما أقصد أنا ببعد أو dimension اللي في موجود في عنوان المقطع هذا اللي هو في المثال هذا كل عمود في الجدول. يعني مثلا ممكن نعتبر followers اللي هو البعد الأول، following البعد الثاني، tweets البعد الثالث، وهكذا. أوكي، هذا ما نسميه بأبعاد. أوكي، طيب وش المقصود بتقليص الأبعاد؟ تقليص الأبعاد اللي هو مثلا كيف استطيع أني أختصر أو أدمج الأبعاد الستة هذه مثلا المثال هذا في عدد أقل من الأبعاد، بس يعني اختصرها اختصار غير مخل. ممتاز. يمكن أول سؤالين يخطر على بالك اللي هو مثلا أول شيء ليه نختصر الأبعاد هذه في عدد أقل. ثاني سؤال اللي هو كيف. طب اسمحوا لي أجاوب على ليه قبل كيف. ممتاز. يعني نستمر على نفس المثال. أفضل عندي 6 أبعاد وبيختصرها مثلا في بعدين فقط. لما اختصرها في بعدين اصير وفرت اول شيء ثلثي المساحة، وفرت مثلا ثلثي التكلفة في المعالجة، وفرت مثلا ثلثي الوقت. ففي اول جزء من الإجابة اللي هي التوفير. اوكي، يمكن احد اهم الفوائد في تقليص الابعاد ايضا اللي هو مو فقط التوفير، اللي هو ما يعني مثلا التصوير. اوكي، اللي خصوصا لو قدرت تقلص الأبعاد إلى 3 فأقل. أوكي، يعني مثلا في المثال هذا أنا قلصت الأبعاد من 6 إلى 2، فالآن أستطيع أن أعامل كل بعد على الأحداثية. مثلا الآن قلصت بعدين، فممكن أعتبر هذا الإكس وهذا الواي. أوكي، فأقدر أعرضهم في أحداثيات، يعني هذا الأحداثيات، هذا المحور السيني، هذا المحور الصادي، أو الإكس والواي. فتخيلوا مثلا انه جوجل مثلا قيمة الاكس مثلا كانت هنا وقيمة الواي مثلا هنا، يمكن اقرب واحد له من المجموعة هذه اللي يمكن ناسا، فطبيعي بتكون مثلا احداثياتها قريبة منها لانهم يشتركون في نفس مثلا الصفات. ممكن تجد الدعاء مثلا متقاربين من بعض في مكان ما هنا. ممكن تجد جامعة هارفرد هنا، ممكن محاضرات تيد يمكن في المنتصف بين التقنية ويمكن العلوم.
لاحظوا بدأ يتبين من الآن إنه بعد يعني لو تركز على المحور الصالي مثلا، شرق المحور الصالي مثلا الحسابات العربية، غربها الحسابات الغربي. أوكي سبق أوكي شيء مو غريب إنها ممكن هنا تقريبا لأنها حساب عربي. ممكن مثلا أمير الطويل تجدها في مكان ما هنا لأنها أوكي هي عربية، لكن بفعل مثلا نشاطاتها الدولية وكذا ممكن قريبة شوي للعالم الغربي. يمكن أكثر واحد شاذ من المجموعة هذه اللي هو مثلا ميسي لاعب كورة، يعني له في التقنية وله في العربي، فممكن تجده مثلا إذا صح التعبير يغرد خارج السرب. فالآن جاوبنا على الشق الأول من السؤال اللي هو ليه، يعني تقليص الأبعاد أول فائدة له إنه التوفير، وثاني له ثاني فائدة له اللي هي التصوير. أوكي الشق الثاني اللي هو كيف. طبعا في المثال هذا انا ضربت او عفوا ضربت في المثال هذا كيف اني اقلصها من 6 الى 2 عشان اشرح كيف بشكل مبسط. راح اشرح كيف نقلص من 3 الى 2. اوكي لان 3 نقدر نتصورها، افرض ان عندي 4 نقاط والاربع نقاط لها 3 احداثيات، ممكن نتصورها في احداثيات ثلاثيه الابعاد مثلا اللي هي مثلا الاكس واي وزي او السين صاد عين. كل نقطة لها هنا 3 إحداثيات، هذه هنا لها X, Y, Z وهذه لها X, Y, Z وهذه لها X, Y, Z وهذه لها X, Y, Z. أنا رسمت خطوط بين النقاط هذه متعمدا لكي أوضح لك أنه أوكي النقاط هذه كلها لها 3 إحداثيات، لكن فعليا هم يقعون على مسطح واحد، يعني كل ما تحتاج يعني ما تحتاج إلا إلى بعدين لتصف النقاط هذه. يعني بإمكاني أن أمسك النقاط هذه وأحركها بحيث أني أطابقها على الـ XY plane أو المسطح السينوسايد هذا. فلاحظوا أني بعد ما حركت النقاط هذه استطعت أن أضعها بالشكل هذا، أصبحت قيمة المحور Z في كل نقطة أصبحت صفر، يعني النقطة هذه لها XY لكن Z صفر، وهذه Z صفر، هذه Z صفر، وهذه أيضا Z صفر. فبما أن كلها صفر أستطيع أن يعني أتخلى عن المحور هذا، فأستطيع قلصت من 3 إلى 2. أوكي لكن لاحظوا مع أني حركت النقاط أوكي العلاقة بينهم ما اختلفت، يعني الأبعاد بين النقاط إلى الآن ثابتة، يعني المسافة بين كل نقطة ونقطة ما تغيرت، الزاوية بين كل نقطة ونقطة ما تغيرت، الشكل العام للنقاط ما تغيرت. يعني احنا غيرنا في مكان النقاط، يعني صحيح غيرنا مكان النقاط لكن ما اثرنا على العلاقه بينهم. وهذا اللي اقصده لما اقول ان تقليص الابعاد يختصرها بدون ان يخل بدون ان يخل بها، يعني بدون ما نفقد اني انفورميشن منها. فهذه الفكره ببساطه. طبعا في حساب طبعا الان انا ضربت لكم مثال على 3 ابعاد، لكن في الحقيقه انه يصير عندك مثلا الاف النقاط ويمكن عشرات الابعاد، فكيف تختصرها في عدد اقل من الابعاد. طبعا السهم الازرق هذا يخفي وراء الكثير من الحسابات، يعني انه كيف انك تستطيع انك تجد التغييرات المناسبه بحيث انك تختصرها. فهذا كل اللي بقول عن تقليص الأبعاد، يعني هذه الفكرة والأسباب. فممكن أفضل طريقة نختم فيها المقطع زي ما بدأنا. طبعا بدينا أنا حسابات عشوائية وطبقتنا عليها مبدأ تقليص الأبعاد وطلع معي خريطة زي هذه. طبعا ودي أوريكم الخريطة هذه في برنامج خارجي أحسن لأنها متفاعلي وأفضل شرح. خلينا أخرج من البرزنتيشن و أوكي. طيب هذه حسابات أنا جمعتها عشوائيا، يعني حاولت إني أجمع تشكيلة يعني ومتنوعة المجالات، يعني في الكوميديا، في العلوم، في حسابات غربية، حسابات عربية، وحرصت إنه يكونون أغلبهم يعني مشاهير يعني يسهل التعرف عليهم يعني. فعشان كذا حطيت نفسي معهم طبعا المشهور يعني.
المهم فا اوكي مثلا انا هنا موجود، ولاحظوا انه حطني جنب كاكست اللي هي المكان اللي اشتغل فيه، وجنب مثلا جمعية حاسبات السعودية، مثلا هنا ساينتفك سعودي، ساودي ساينتست، هنا جامعة البترول اللي انا متخرج منها، يمكن كويس انه حطها اقرب من السعودية. اوكي هنا جامعة الملك سعود، لاحظوا هنا حسابات مثلا الخاصة بيمكن الأخبار الرسمية من الدولة، لاحظوا هنا خط الكوميديا مثلا محمد بازيد، إبراهيم خير الله، برنامج لا يكثر، علي الكلثمي، عمر حسين، البتيري، التمساح، بدر صالح، لاحظوا اس تي سي وموبايلي جنب بعض. هنا مثلا شخصيات العربية النسائية، ميسون سويدان، منى أبو سليمان، منى الشريف، لاحظوا يمكن الأشياء لها علاقة بالرياضة، هنا النصر، هذا فادي الريف اللي لعب في النصر، هذا رئيس النصر، نادي الاتحاد، الهلال، جنب سامي الجابر، هنا يمكن بعض الحسابات اللي لاحظوا سبق وهاشتاج السعودية لهم، يعني الأشياء لها علاقة بالأخبار العاجلة يعني. لاحظوا الدعاة تقريبا متقاربين من بعض، لاحظوا أمير الطويل جنب طلال بن عبد العزيز. اوكي طب مثلا هذا مثلا الدعاه هنا، مثلا احمد شقيري مثلا جنب ام بي سي، بدنا ندخل في العربيه، الجزيره، دخلنا في الحسابات السياسيه مثلا، والحسابات السياسيه مثلا برادعي، والغنيم، وملك رانيا هنا، لاحظوا عمرو اديب حط جنب القاهره اليوم. اوكي لاحظوا الان اول شيء انه قسم الحسابات لجزئين، في هنا العالم الغربي هنا والعالم العربي هنا. اوكي يعني ملك هرانيا اقرب وحده من العرب للعالم الغربي، يمكن طبيعي لانها يعني شخصيه دبلوماسيه ولها نشاطات دوليه كثيره، ف يمكن ناس كثار من الغرب يتابعون. نجي حتى في الحسابات الغربيه، لاحظوا مثلا هنا جوجل، انتل، مايكروسوفت، هنا الجامعات مثلا هارفارد، ستانفورد، ام اي تي، مايكروسوفت ريسيرش، ميسي وكريستيانو رونالدو، والحسابات الرياضية هنا. لاحظوا ريال مدريد جاء هنا لأن أنا بالغلط حطيت الريال مدريد العربي، فانجذب إلى العالم العربي. فحسابات الكوميدية الغربية أوكي المهم فهمت الفكرة يعني. أوكي ممكن واحد يسأل يقول طيب أوكي وش الفائدة؟ يعني أنا عارف إن الدعاة يعني يشبهون بعض، وعارف ان سامي جابر في الهلال، وعارف ان عمرو اديب مع في القاهره اليوم، يعني وش الجديد؟ اوكي صح، لكن افرض ان جاك مثلا حساب مثلا هنا، اوكي قلت لك انا في حساب هنا وانت ما تعرف من صاحب الحساب، يمكن اول مره ترى، فالطبيعي تتنبأ انه ممكن حساب له علاقه بالرياضه وخصوصا بالنصر. اوكي هذه واحدة من الفوائد. ثاني شيء طبعا أنا عرضت يمكن أكثر عدد من النقاط اللي أقدر أستعرضها في صفحة واحدة، لكن اللي تم فعليا الناس تحلل ملايين من النقاط. أوكي فصعب جدا أنك تعرضها وتحللها يعني بنفسك يعني، فلازم تبتكر طرق آلية للتحليل. يعني مثلا واحدة من الطرق اللي مثلا اكتشاف الكوميونتي ديتكشن زي ما يقول، يعني في الجراف هذا مثلا ممكن تسمي العالم الغربي هذا از وان كوميونتي، والعالم العربي هذا مثلا از وان كوميونتي، والعالم اللي انا فيه هذا از وان كوميونتي. اوكي فاذا كان عندك ملايين من النقاط كيف تكتشف الكوميونتيز هذه آليا؟ اوكي واحده من النقاط المهمه مثلا اللي هم مثلا يسمونهم البريدج اكترز، الناس اللي يوصلون لك بين عالمين، يعني مثلا زي الملكة رانيا يعني مثلا جاية مثلا قريبة من العالم الغربي وقريبة من العالم العربي، فكيف وسط ملايين من النقاط كيف تستطيع أن تكتشف النقاط المهمة هذه أوكي بدون لا تراها بعينك يعني تقريبا. وأشياء كثيرة مثلا أوكي مثلا مين اللي شاذ، مثلا مين المجموعات اللي مجموعة وسط مجموعة،
الأسئلة هذه كلها تندرج تحت مجال ما اللي يسمى بتحليل الشبكات الاجتماعية أو السوشيال نتورك أناليسيس. تحليل الشبكات الاجتماعية هذا مجال بحد ذاته، لكن يمكن أول خطوة تساعدك في تحليل الشبكات الاجتماعية اللي هو شيء زي تقليص الأبعاد. طبعا أوريكم أنا الآن موريكم أنا اخترتها في بعدين اللي هو، بس ممكن اختصرها ايضا في ثلاثة بعد. يعني عندي مثال ثاني هنا اللي هو في ثلاثة بعد. يعني ممكن تكبر وتصغر او تحرك او فاني طريقة لعرض بيانات. يعني ممكن يعني ممكن ايضا اخصها في اربع ابعاد، والبعد الرابع مثلا يكون حجم الدائره مثلا او شيء. يعني فهذا كل اللي ابغى اقول عن تقليص الابعاد. اتمنى انه يكون عجبكم، وشكرا جزيلا. السلام عليكم.